السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مطار القاهرة الدولي. أنا حاليا بستعد للسفر وموجود في مطار القاهرة، والطيارة بتاعتي إن شاء الله بإذن الله على وشك الوصول، متوجه إلى المملكة العربية السعودية. دعواتكم لينا إن شاء الله بإذن الله إن ربنا يتقبل مننا صالح الأعمال. مسافر عند أصدقائي وأعمل عمرة وأرجع لكم بالسلام إن شاء الله. بس أنا على فكرة لما لقيت الناس قلقانة، أنت ما عملتش لايف النهاردة أو كده، فأنا لقيت الناس قلقانة فقلت أطمنكم. أنا إن شاء الله بإذن الله متوجه إلى المملكة العربية السعودية لمدة أسبوع إن شاء الله بإذن الله، زيارة إلى بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغيب عنكم أسبوع إن شاء الله بإذن الله ونلتقي على خير. أحاول إن احنا نلتقي ويكون عندنا لقاء يومي وأنا في المملكة. أنوه على صفحتي على المواعيد إن شاء الله. صديقي طاهر أبو زيد، مساء الفل، الله يسلمك. أستاذ علاء، حلمي توصل بالسلام، الله يخليك. لو حد عنده أي أسئلة في هذه الدردشة السريعة، أنا معاكم إسماعيل عبد الحفيظ، عمرة مقبولة يا رب منا ومن كل الناس يا سمعة. الأستاذ أيمن الشيمي، مساء الفل. فايز البراوي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، توصل بالسلامة. الأستاذ أحمد هيكل، الدعاء لينا وعمرة مقبولة إن شاء الله، الله يخليك. الأستاذ سامح فارس، دعوة حميدة، ربنا يهدينا ويهدي الناس كلها يا رب. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عبد الناصر. يا عم الله يخليك، تسافر وترجع بالسلامة. مصطفى سعيد، حلوة، ربنا يتقبل، أمين يا رب. أبو رامي، الدعاء يا أستاذنا، ربنا يغفر لنا ويغفر لكم ويرحمنا جميعا. أصلا يا جماعة علي ضبط وإحضار وممنوع من السفر، ومش قادر أطلع من بيتي ولا أقدر أنزل البلد ولا أقدر أروح أي مكان في الدنيا. فطبعا أنتوا وائل مرعي بيقول لي عايزين سبحة ومصلية، حاضر يا عم وائل. فأنتوا عارفين طبعا انتوا عارفين طبعا، معذرة الموبايل وقع، فانتوا عارفين طبعا البهلول لهبل لما يقول لك ايه، يقول لك اصله ضبط واحضار وممنوع من السفر وما يقدرش ينزل من بيته وما يقدرش يسيب بيته. فاحنا من هذا المنطلق برضه ايه، رايحين نأدي عمرة وجايين ان شاء الله. وعلى فكرة بعد العمرة عندي سفر لألمانيا، فطبعا ده كله عشان المنصور. التصريحات اللي اطلقها امبارح الاستاذ دكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين اقامت الدنيا، واعتقد ان في موقف هيكون في الموضوع ده الحديث البطل. ردود الافعال على بوستات المستشار تركي الشيخ ما زالت طيبه وكويسه والدنيا زي الفل، يعني ليس اي اخبار. ابنوب فادي، تيجي بالسلامه، ربنا يخليك يا ابنوب. ايدي هتوجعني من مسك الموبايل فمش هطول عليكم. عايزين ابيوره تهدي الاعصاب. يا عم مختار، ياسين ابو مازن اقابلك فيها يا حبيبي. يا ياسين لسه مكلمه في التليفون، ياسين ابو مازن ما بيسيبنيش خالص والله وانا في السعوديه يا جماعه. علي سيد، مساء الفل يا علوه، انا في مطار القاهره وطيرتي على وشك الوصول، وان شاء الله باذن الله اوصل المملكه العربيه السعوديه الصبح وربنا ييسر ان شاء الله. يا رئيس العصر. علي سيد، منير ابو عمرو، ربنا يخليك، عمره مقبوله منا ومنك. انيس عثمان، يا عم الله يخليك، ربنا يكرمك. احمد الجمسي، ازيك يا كابتن، تروحوا تيجي بالسلامه. مصطفى، مساء الفل يا مصطفى، عمره مقبوله ومنها استراحه محارب يا استاذ عبد الناصر. ربنا يجعلنا دايما بس من الصالحين ويتقبل مننا صالح الاعمال. عبد الخالق الرفاعي، مساء الفل عبد الخالق. محمود، استاذ خالد محمود جبر رجب ومصطفى سليم، مساء الفل حبيبي، ربنا يخليك. اوعوا بس امانه معاكم، يعني انا اول مره اشوف واحد يا جماعه مجنون فقد عقله بينزل تليفوناتنا امبارح على الشاشه. الراجل ده مجنون والله العظيم. اولا التليفونات دي نزلها 5000 مره قبل كده، واقسم بالله العلي العظيم الناس اللي بتكلمني وبتبعت لنا رسائل والله العظيم بتشتم فيه، والله العظيم كل 200 300 رساله واحد بس معاه، اقسم بالله وانا صادق في هذا اليمين. ملك روحي منور الدنيا مرتضى، خايف يرد على ترك ما يقدرش.
يقدرش، مش عارف وفاء ولا مين. الرسالة طارت، منير أبو عمرو، أقسم بالله يا عم أنت اللي بطل. مساء الورد، مساء الفل والياسمين. النهارده كمان الأستاذ ممدوح عباس رفع قضايا جديدة، بكرة أقراها لكم بالتفصيل في لايف بكرة إن شاء الله. نروح كده في أي مكان في الحرم ونقعد ونعمل لكم لايف، ندعي لكم إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. احتمال أعمل العمرة الأربعاء أو الخميس، احتمال يعني إن شاء الله. علي عزت عمنا، مساء الفل يا رجب ومصطفى عبد الخالق الرفاعي، ادعي له بالهدايه، ربنا يهدينا اولا ويهدي كل الناس. عمره مقبوله ان شاء الله. الله يخليك يا عم خالد، ربنا يكرمك الغالي فخر الصعيد، انت يا عم اللي راجل محترم. احمد محمد هيكل، طاهر احمد، مساء الفل. اسماعيل ادعي لنا معاك يا عم عبد الناصر، حاضر. رايح تعمل عمره ما تغلطش في حد، وانا غلطت قبل كده كان اغلط دلوقتي؟ انا ما بغلطش الحمد لله. يا كابتن اخبار ال تي سي ان شاء الله خير باذن الله، وفي اجتماع يوم الثلاث ان شاء الله يطلع قرار بخروجها للنور ان شاء الله تعالى. راح توصل الساعه كام يا ابو مازن؟ اقول لك في التليفون، ما ينفعش اقول لك في اللايف، هتلاقي الدنيا كلها مستنياني في المطار. ماشي يا ابو مازن، اقول لك في التليفون. مرتضى، يا عمي خلاص احنا رايحين عمره بقى. دفتر الاحوال، اشرف ابراهيم، صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، تقبل الله صالح العمل. احلى حاجه ان احنا بنلتقي في حب الله. مؤمن هيك ازيك يا مؤمن؟ مساء الفل يا مؤمن. انا مسافر السعوديه مؤمن ان شاء الله، وجاي بعد اسبوع 10 ايام، لو انت في حاجه ابعت لي رساله او كلمني. ربنا معاك ان شاء الله، ربنا معاك. الاستاذ مختار حبيب قلبي يا مأذوننا المحترم، حبيبي يا محترم، وحشنا. اسلام البحراوي، مساء الفل. فرغالي احمد، ربنا يتقبل منا ومنك. القرد طلع على الشجره. وفاء السيد، معلش خلينا اجازه من القرود والكلام ده اليومين دول يعني. خالد الجزار، استاد الاهلي، المفاجأة القادمة إن شاء الله خلال الأيام إن شاء الله بإذن الله، هو المفاجأة القادمة. أنا في العمرة، كيف أشوفك؟ كيف أشوفك دي صعب، مش عارف. طلعت عبد الرحيم، عمرة مقبولة إن شاء الله. كيف أشوفك دي صعب جدا، معرفش موعدي إيه. دعواتك يا سيد مؤمن. منير أبو عمرو، يا باشا الساعة عندي 2 في أبو ظبي، مش عايز أنام. أهلا وسهلا، اهلا وسهلا بابو ظبي وناس ابو ظبي. الاستاذ ايهاب، استاذ عبد الناصر اذا سمحت لي تفضل. دكتور ايهاب ابو صداح، طهطه ونادي طهطه، مساء الفل. سامح عامر العمده، منور الدنيا يا عم، الله يخليك يا عم سامح، وتحياتي للناس في اسماعيليه يا عم، الله يخليك. الرقم ده رقم معرفش والله، الارقام اللي شتمتني نزلتها على الصفحه، 3 ارقام شتموني نزلتهم على الصفحه. لما تيجي جد عرفني، ارجو عايز اشوفك، اتشرف بيك، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. السيد ابو لجينه، صباح النور السعوديه، صباح الفل يا ابو لجينه. احمد، لما تيجي جد عرفني، حاضر. لما تيجي جد عرفني، حاضر. عماد السيد رمضان، بحبك في الله اخوك عماد رمضان. عمره مقبوله يا ابو بيب، الله يخليك. ما خدتش معاك الاستاذ ابو المعاطي ليه؟ الاستاذ ابو المعاطي مسافر يوم الخميس، انا التقي هناك. هو ايه اللي غير النايب 180 درجه؟ روح اساله، ربنا يصلح حالنا وحاله. ادعي لنا في الحرم الشريف، حاضر. ادعي للناس كلها. ابو دنيا، محمد شحاتة، دعواتك ان شاء الله. انا زملكاوي وانت راجل محترم يا عم، الله يخليك يا استاذ السيد. ايهاب، حابب افهم منك حاجه، ليه ما بترفعش قضية على الناس اللي ظلموك؟ أنا رافع يا أستاذ إيهاب أكتر من 400 قضية، أنا ما بسيبش حقي. أكتر من 400 قضية رافعهم لغاية دلوقتي، مكلفيني مبلغ وقدره يعني. عماد قشطة، أبو محمد. حلوة. مال إيه؟ الاستاذ عمر، مال صوتك؟ لا انا قاعد، بس في ناس حواليا في الصاله المغطاه، فقاعد موطي صوتي طبعا،
ما ينفعش اكلمكم زي ما بكلمكم كل يوم، الناس تطفش، اعمل ازعاج. عمره مقبوله اسامه يا حبيبي محمد السيد، وحياة ما تنسى ما تيجي. حاضر، ادعي لي يا كابتن، ربنا يهدينا ويهديك يا محمد. محمود الحارتي منور الدنيا كلها، حق عبد الناصر علاء المحمدي جبريل، عمره مقبوله. محمد ابو لوفا حبيبي ترجع بالسلامه. المهم يعني انا حبيت اطمنكم علي عشان ما حدش يقلق على الله. النهارده ما فيش لايف علشان ميعاد الطياره قرب. ايه رايك في عوده تركي آل الشيخ للنادي الاهلي؟ رائعه، وربنا يتممها على خير. كان تقتل الشياطين، عمره مقبوله ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا، اسيبكم عشان ميعاد الطياره، وان شاء الله باذن الله نلتقي على خير. سلموني على الجميع وطمنوا الكل، ان شاء الله نلتقي على خير باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. بكره اعمل لكم لايف خاص بكل الاخبار اللي انتوا عايزينها ان شاء الله، باذن الله، باذن الله تعالى. احنا في غزه بنحب نسمع كلامك يا عم، الله يخليك. الاستاذ احمد، مساء الفل يا استاذ احمد. احنا كده مش هنسافر. سيد عبد الفتاح، لا تنسانا بالدعاء. حاضر ابو السيد، حاضر. كل اصحابي عادعينهم والله ان شاء الله. ده من اللي شتموك. اه فهمتك يا اسلام، ماشي. عملنا بلاغ بالثلاث ارقام. ادعي الاهلي ياخد البطوله الافريقيه ان شاء الله. متى توصل؟ ما اقدرش اقول لك على الهوا دلوقتي يا عم، عشان خاطر عملناها قبل كده. ليه لقينا كل المصريين في المطار؟ يعني مش عايزين نتعب الناس. والله يا كفر الشيخ بتحبك يا استاذ هاني يا محترم. محمود الحارتي بعت لي رقم تليفونك السعودي. ماشي، بعت لي انت رساله على الخاص، وانا لو عندي وقت ابعت لك. والله اجدع رجل في مجال الاعلام بلديتي من سواقي، عم الله يخليك. نلتقي على خير، وان شاء الله بكره نتكلم من المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تزعلوش، رسائل كتير مش قادر اقراها، ولكن ميعاد الطياره خلاص. السلام عليكم، مع السلامه.